لا أريد في كلامي الآتي أن أقص قصة حول شخص معين أو أن أزكي شخصا بعينه، وإنما أريد أن أقدم نموذجا لشبابنا المسلم الواقع تحت ضغط رهيب من التشويش وتشويه صورة الإسلام وصورة القرآن وصورة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، سعيا من تلك الجهات لهز قناعات الشباب بدينهم أو بجزء من هذا الدين على أقل تقدير، أو أن يعيشوا في حالة من الحيرة وعدم الثبات والاهتزاز في هذا الإيمان. أقدم هذا النموذج، هذه القصة، من أجل أن أبين لهم شهادة حية معاصرة، لا من الداخل الإسلامي بل من شخص له وزن علمي، وعندما اطلع على ما في القرآن الكريم بكل حيادية أدرك بأن الإسلام على حق، وأن القرآن كتاب منزل من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وآله نبيه. الدكتور القس الأمريكي جيرالد ديركس، هذا من النماذج الذي تحدث عنها. هو قسيس أمريكي نشأ كمسيحي متدين منذ طفولته، وكان يخدم في الكنائس منذ طفولته إلى أن يعني انتهى من الدراسة المدرسية ودخل جامعة هارفارد. وإحنا نعلم أن لما نقول جامعة هارفارد يعني أنت تتكلم عن التوب في مجال الجامعات على مستوى العالم، ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة، وليس كل أحد قادر على أن يدرس هناك، ولكن لفطنته ذكائه قدراته دخل قسم اللاهوت في جامعة هارفارد. وفي غضون دراسته أيضا لتميزه وتفوقه أعطي المجال لأن يعظ، يعني في المجامع الكنسية داخل الجامعة خارج الجامعة عطوه شهادة أن يسمح له بأن يعظ في أيام الأحد وفي المناسبات وغير ذلك. ثم بعد انتهائه من الدراسة الجامعية حصل على الماجستير أيضا في قسم اللاهوت في جامعة هارفارد سنة 1974 ميلادية، وبعد ذلك أخذ شهادة أنه صار قسيس رسمي يعني، وصار يمارس الوعظ في الكنيسة كقسيس. ولكن في نفس الوقت هو يقول عندما قال يشرح يعني كيف اهتدى إلى الإسلام، يقول بأن بعد ما درست أنا الماجستير واطلعت على ما اطلعت عليه من حقائق ترتبط بتطور العقيدة المسيحية الحالية، طبعا هو بروتستانتي كان، ويقول بأن كنت أعيش حالة من الصراع الداخلي في التناقضات التي اطلعت عليها خلال دراستي مع ما كنت أعظ به الناس وأؤكد من خلاله العقيدة التقليدية للنصرانية كما تلقيناها منذ الصغر. يقول هو المفارقة أن التعليم المميز الذي تلقيته في جامعة هارفارد وكمية المعلومات التي حصلت عليها والدراسة الدقيقة التي درسناها والمصادر الكثيرة التي لا يعرف عنها عامة الناس ولا يصلون إليها، لكن احنا اعتمدناها كمصادر للتعليم والبحث وكذا، جعلتني أفتح عيني إلى حقائق كانت غائبة عني طوال السنوات الماضية، وكانت هي بالنسبة إلي وبالنسبة إلى غالبية من يتخرجون من هذه الشهادة الماجستير أو الدكتوراه من قسم اللاهوت في هذه الجامعة يدركون أن هناك تناقضات كبيرة، وأن هناك خلفيات أحياناً حتى وثنية لبعض المعتقدات أو الممارسات أو الشعائر الموجودة عندنا. وبالتالي يقول غالبية من يتخرج من هذه الجامعة في هذا القسم يتهربون من أداء مهمة الوعظ، يعني ما يتحولون إلى قساوسة واعظين، يتهربون ويروحون إلى مهن موازية. ولذا هو بنفسه يقول بعد أن عشت فترة كقسيس وواعظ
كنت أعيش حالة التناقض، بعد ذلك قررت أن أبتعد، أترك هذه المهنة وتوجه لدراسة علم النفس، وأخذ شهادة الماجستير ثم الدكتوراه في علم النفس، وفتح له عيادة حال حال أي دكتور في هذا المجال، وصار يعالج الناس في مجاله. ويقول: بدأت أتردد على الكنيسة بشكل متقطع متفاوت، وكلما كان يتحدث الواعظ في الكنيسة كنت أصر على أسناني، يعني أعض على أسناني بشدة، لأني أدرك أن هذا الكلام اللي يقوله غير صحيح، هذا باطل، وإحنا درسنا أن هذا كله غير صحيح وغير سليم، ولكن بقايا ما لدي من إيمان تقليدي كان يدفعني إلى أن أذهب إلى الكنيسة من حين إلى آخر. ثم في سنة 1991 في الصيف بدأ يلتقي بالجالية الإسلامية اللي موجودة في المكان اللي هو كان يعيش فيه، وكانت هذه بداية رحلته إلى الإسلام. يقول: سبحان الله، الله سبحانه وتعالى إذا يشوف عند الإنسان إخلاص، إذا يشوف عند الإنسان فعلا أن هذا الإنسان باحث عن الحقيقة، الله سبحانه وتعالى يضع في طريقه من يهديه إلى هذه الحقيقة بأبسط طريقة، ما يحتاج يدخل معاه في نقاشات وكذا وكذا، بأبسط طريقة تشوف هذا قلبه ينشرح. يقول: تعرفت على إنسان مع زوجته، وهو أيضا هذا القسيس كان مشارك زوجته في أفكاره وكذا، ومشتركين في قناعاتهم. فيقول: أنا خلاص يعني عقيدة الثالوث ما كنت أؤمن فيها، كنت موحد، ولكن الإسلام ما أعرفه، ولا عندي أفكار عن الإسلام فيما كتبه الغربيون أو المسيحيون عن الإسلام. يقول: هذا زارني في البيت، قبل أن يخرج استأذني أن يستعمل أجلكم الله الحمام كي يتوضأ ثم يصلي. بعد ما توضأ طلب شيء نظيف حتى يصلي عليه، يقول: عطيته قطعة جريدة أنا وصلى عليها. بس يقول هذا المشهد هو الذي فتح قلبي على الإسلام، وقلت أنا خلاص من الآن يجب أن أدرس الإسلام وأقرأ القرآن بتمعن وتدبر، ماذا لدى هؤلاء؟ هذا ما الذي يدفعه إلى أن يصلي أمامي؟ أنا أدري أن هذه دعوة بغير لسان، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. شلون؟ ليروا منكم الورع، سلوك مستقيم، إنسان ما يمد إيده على الحرام، إنسان ما يغتاب، إنسان سلوكياته مستقيمة، والاجتهاد، شوفك إنسان جاد في الحياة، تعمل من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى، إنسان غير هازل، والاجتهاد والصلاة. خلي يشوفون صلاتكم، صلاتكم هي ممكن تهدي الغير، وهذا اللي حصل له بالضبط، والصلاة والخير، عمل الخير، كلام الخير، الابتسامة الحلوة، تعامل الجميل، فإن ذلك داعية، يعني هذا بحد ذاته هو الذي يدعو الآخرين تعالوا شوفوا شنو عندنا بدون ما تتكلم. يقول: أنا أدركت أنه يقول تعالى انظر ما لدينا دون أن يتكلم بصلاته هذه. ثم بعد ذلك قرأ ترجمة للقرآن، ترجمتين للقرآن الكريم، وقرأ مجموعة كتب، يقول حتى أن بعض الكتب قرأتها أكثر من مرة، إلى أن وصلت إلى قناعة فعلا أن القرآن كتاب الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله مبعوث كنبي من عند الله، وأن لا إله إلا الله. خلاص يقول هذه قناعة وصلت لها، ولكن لم أعلن الإسلام، واللي كان يسألني شنو دينك أقول له مسيحي، ولكن من الداخل كان هناك ضغط عندي أن أقول أنا مسلم، ولكن إلى الآن أريد أكثر. فمر بتجربة الصيام، صيام شهر رمضان، صام مع المسلمين وصلى الصلوات الخمس، ثم بعد ذلك تشهد الشهادتين هو وزوجته، وأعلنا إسلامهما أمام الآخرين. هنا بدأت رحلة الضغط عليهما، صارت مقاطعة من أقرب الناس إليهم كنوع من الضغط، صارت يعني عمليات إقصاء إلى درجة أن حورب في رزقه، يعني صاروا الناس يتجنبون يروحون عيادته وكذا، بحيث مدخوله مصدر رزقه تأثر بشكل كبير. كل هذا يقول لم يثنني عن عزيمة البقاء والثبات على الإسلام،
وألف بعض الكتب التي يبين من خلالها ماذا في الإسلام، ماذا في القرآن، ما الذي يواجهه الأمريكي عندما يسلم والضغوطات الكبيرة كيف يواجهها كي يثبت في هذا الطريق. وبالتالي يقول كل هذه التبدلات والضغوطات لم تثنني عن الاستمرار في طريق الهداية. وله كلمة جميلة جدا في نهاية مقالته هذه، يقول: التضحيات كانت ثمنا بسيطا، تضحيات يقصد نقصان المال، فقدان الأصدقاء، المحاربة من المجتمع، التضحيات كانت ثمنا بسيطا في مقابل ما حصلت عليه. هذه الهداية، الإسلام، القرآن، هذا النور، هذا يسوى الدنيا وما فيها. هذه التضحيات لا شيء أمامها بالنسبة، يوجه نصيحة بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في قبول الإسلام، قد تكون هناك تضحيات على طول الطريق، فعليهم ألا ينزعجوا منها كثيرا. إن شاء الله سيجدون أن هذه التضحيات تعتبر ثمنا بسيطا جدا في مقابل البضاعة التي يشترونها. إن نموذج إسلام القس جيرالد ديركس بعد دراسة القرآن الكريم والاطلاع العلمي على مفاهيم الإسلام ومبادئه وقيمه يعتبر من النماذج الجديرة بالعناية والنشر بين الشباب المسلم، مما يعزز الثقة لدى الشباب بدينهم وقرآنهم، ولربما يدفعهم نحو تقديم الإسلام إلى الآخرين بحماسة، ليس بالضرورة من خلال النقاشات والمحاضرات، بل بالتزامهم بمبادئ الإسلام وأخلاقياته ومفاهيمه الإنسانية تماما، كما قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإن ذلك داعية. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.